خوف، قلق، توتر، هيك عايشين هالأيام الصعبة بلبنان. كيف ممكن نتعدى هيدول المشاعر أو كيف ممكن نبلش نشتغل على حالنا إنه نقدر نتقبل هيدا الظرف اللي نحنا عايشين فيه؟ أول شغلة كتير ضروري إنه نعرف إنه هيدا الوضع هو تحدي، تحدي لإلنا. كيف؟ لأنه هو تجربة، وتجربة عامة لكل اللبنانيين. طيب، إذا هيدا تحدي، هل باخده وبنهار وبعيش دايماً اللحظات الصعبة وبضلني عم ببكي وبكون محبطة؟ أو باخده تحدي إنه يخليني أوصل لمحل إني غير الطريقة اللي أنا عم فكر فيها أو حتى الطريقة اللي عم بشتغل فيها؟ ما في حدا يمكن ما خسر شغله، ما في حدا يمكن ما قل معاشه أو حتى بطل عم بيعيش مثل ما كان عم بيعيش قبل. صح، مزبوط، بس هيدا الشيء ما بيخلينا نوقف محلنا ونقعد ونبكي. مش يمكن هيدا الشيء لمصلحتنا، مش يمكن هيدا التغيير هو كرمال نحنا نغير كتير قصص حوالينا وبحياتنا. كرمال هيك أول شغلة لازم نعملها إنه نعدل الأشياء اللي ممكن فعلاً هي حوالينا ونحنا مش شايفينها، الأشياء اللي هي بتخلينا نشعر بالامتنان. أنا أكيد إنه كل واحد فينا عنده أشياء ولو بسيطة بتخليه يشعر بالسعادة، يمكن الصحة، يمكن العيلة، يمكن شغل بعده عم بيشتغل، بعده عم بينجز. ما نتطلع بالأمور اللي خسرناها، بل نتطلع بالأمور اللي نحنا عنا إياها. تاني نقطة هي إنه نفكر شوي، كيف أنا ممكن اشتغل على حالي رغم كل الظروف الصعبة؟ الظروف الصعبة ما قادرين نغيرها، موجودة. الشيء الوحيد اللي بقدر أعمله كنترول هو أنا، لوين بدي أوصل؟ كيف لازم اشتغل على حالي لحتى اتعدى هيدي الظروف او هيدي المشاعر؟ حط اهداف قدامي، اشتغل عليهم، بلش يوميا اشتغل على اهدافي لحتى تلهيني وما ركز على الامور اللي برا. واهم شغله ابعدوا عن الاشخاص السلبيين اللي ما عندها شيء غير النق والاخبار السيئه، لانه اكيد في اخبار كتير حلوه، وان شاء الله الاخبار الحلوه بنتوقعها واكيد هي قريبه.